غادر دولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة مملكة البحرين اليوم بعد زيارة رسمية استغرقت يومين بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وكان في مقدمة مودعي رئيس الوزراء الهندي سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، كما كان في وداعه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ومعالي الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة وسفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند وسفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين. وقد عبر دولة السيد مودي عن تقديره لما لقيه من حفاوة وتكريم أثناء الزيارة وترحيبه بنتائجها على العلاقات التاريخية بين البلدين لما فيه خير وصالح شعبيهما الصديقين.